طب زعلتي لما تريقوا عليكي لما كنتي بتتكلمي انجليزي وكنتي بتروجي للسياحه في شرم الشيخ وتكلمتي غلط؟ زعلتي من النقد والتريقه؟ انا ما زعلتش من الانجليزي، انا زعلت من ان انا قلت شمر الشيخ. اه مش من الانجليزي انا كنت ليه قلتي ليه يعني لما اللي الناس ما تعرفهاش خليهم يعرضوها. Come to Egypt. Egypt is safe. Egypt is safe. Come in Egypt and come in شمر الشيخ. اتضايقتي؟ اه لاني انا قلت سيبك من الانجليش بقى والناس اللي قالوا عليها كلام كده، لاني الانجليش بحوره واسعه والجرامر بحوره واسعه وكده، لكن اللي انا عايزه اقول على حاجه مهمه جدا ان انا زعلت جدا ان انا قلت شمر الشيخ. بس ده اللي حصل ايه؟ اتلخبطتي؟ لا انا كنت وقعت قبلها على ركبتي. اه يعني قبل ما اخش اقول الجمله دي انا احنا كان ساعتها الحادث بتاع الطياره الروسيه، كنا رحنا شرم الشيخ عشان خاطر نولع الشموع وكده مش عارف ايه، فكنا قاعدين في رمله وصخر. كنت هتقوليها غلط برضه دلوقتي؟ كنت اقول شرم الشيخ برضه عادي، بناكد للناس. فوانا ماشيه فقمت واقعه، وقعت جامد على ركبتي وانا ركبتي فيها مشاكل، فكنت الم فظيع وابتديت اتوتر وكده واتلخبطت. لا ده هو مديني المايك بسرعه وهو اللي قال لي الجمله الاكسبريشن بالانجليزي، يعني فاهمه ازاي؟ فانا كمان نيلتها قلت لها شمر الشيخ، قلت لها شمر الشيخ حاجه كده. فطبعا يعني كان جالك تعليقات من اللي حواليكي والناس كلها قالوا لك ايه لما شفتي الفيديو؟ لا انا الكارثه عندي ان انا جوزي 35 سنه في امريكا واولادي امريكا مصريين امريكا قالوا لك ايه صبري؟ لا 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 انا فضلت قالوا لك ايه؟ انا ما اتضايقتش، مش ما اتضايقتش خالص من السوشيال ميديا، انا اتضايقت من بيت ميديا. من البيت ميديا كان عندي لو اطلع لي بره اطلع لي بره يا اولادي، وانا عندي عمر بقى كبير في امريكا عايش، فلما شفت اللي هو بس قاعد بقى يقول لي عادي احنا بنتكلم عربي مكسر وانتوا بتبقوا راضيين، يعني هو عشان طول عمره عايش في امريكا فبيقول لي الامريكان لما بيتكلموا عربي ويقولوا كلام وحش جدا احنا بنبقى فرحانين جدا، اشمعنى احنا لما بنتكلم انجليزي وبنغلط بنتريق علينا جدا؟ فاهمه قصدي؟ يعني هم عندهم المنطقه دي، فانا يعني عشان معاهم شويه وتركيبتي مع اصحاب ولادي وكده شويه كتير امريكان، فبالتالي بياخدوا الموضوع ده وعادي يعني.